بشكر وزارة الصحة على رأسهم إدارة تفتيش الأدوية اللي قامت بهذه الندوة والمحاضرة اللي قدمتها لطلابنا أبناء المدارس. طلابنا هي الفئة المستهدفة في هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع شائك وصعب جداً، يخص الأدوية الغير مرخصة اللي قاعد توزع على الطلاب وتوزع على هذه المرحلة العمرية، وقاعد تضر الطلاب وتؤدي إلى مشاكل وأمور لا يحمد عقباها. أنا أحب أشكر وزارة الصحة على هذه البادرة الطيبة، إن شاء الله تتكرر حتى تعم الاستفادة للجميع. السلام عليكم، معكم طالب جاسم الشمري من ثانوية حمد عيسى رجيب. أول شيء اليوم إحنا جينا واستفدنا وايد من أحد الفوائد، علمونا أن مخاطر الزقاير استخدمنا فيها 4000 مادة سامة، وبعد غير هذا علمونا عن شلون الهرمونات تضرنا وشلون يحفزون ملوت المخدرات عشان إحنا نصير مثل الناس نبيع لهم، نجيب ربعنا عشان نبيع لهم، ومشكورين. السلام عليكم، الطالب عبد العزيز سعود الفيدي من ثانوية عبيد بن ربيعة. جينا اليوم استقبال وزارة الصحة، أشكر وزارة الصحة وأشكر بخصوص إدارة تفتيش الأدوية على الاستقبال الطيب، وأشكر الدكتور نواف الحربي على الفائدة اللي علمني إياها الاستقبال الطيب وفوائد البروتينات والنواجذ شلون يأخذونها، وأشكر جميع طلاب الصحة. يعطيكم العافية. ما قصر. بسم الله الرحمن الرحيم. سعدنا اليوم بزيارة إدارة تفتيش الأدوية في منطقة الصباح الصحية، وكان معنا مجموعة من الطلاب وساعدنا ببعض المحاضرات عن الإدمان بأنواعه، والطالب كانوا مستفيدين جدا وكانوا مشاركين إيجابيين مع المحاضرين، وطلعوهم على بعض الأدوية اللي بيبقى فيها غش تجاري، وشافوا الأدوية السليمة والأدوية المغشوشة، وكان في نماذج عملية لهذه الأدوية، والطلاب استفادوا كتير جدا النهاردة من المحاضرات. وبنشكر شكر خاص للدكتور نواف اليوم أسرى المحاضرات اللي حضرناها، ونتمنى زيارة قادمة إن شاء الله. اليوم عندنا كان محاضرة عن التدخين وأضرار التدخين. أتكلمنا مع موضوع التدخين عن أضرار التدخين وكيف إنه التدخين بدخل مع الدم، الدم عن طريق الرئتين بوصل هذا الدخان إلى جميع أعضاء الجسم، وتكلمنا إيش الأضرار اللي بتصير بسبب هذا التدخين والتدخين السلبي. لذلك نصيحتي لكل الشباب، لكل الطلبة الكبار والصغار، الانتباه والحرص على هذه الصحة وهذه النعمة اللي ربنا أعطانا إياها، إنه ما نضيعها من أجل شهوة أو رغبة بسيطة في هذه السيجارة. لذلك من البداية ابتعد عن التدخين. العطار مكان ما يصير يبيع لك دواء، الأسواق الشعبية مواقع غير مصرح لها تبيع لك أدوية.